حياكم الله. لا شك أن الإنسان إذا تعرض لموقف من مواقف الاعتداء في نفسه أو في شيء من حقوقه الخاصة أنه يلجأ إلى القضاء. هذا اللجوء إلى القضاء يسمى حق التقاضي، وهو حق مكفول على قدم المساواة مع غيره من الناس. المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أنه لكل شخص الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أي أعمال قد تضر بمصالحه وحقوقه الأساسية التي يمنحها له القانون. والمادة العاشرة من هذا الإعلان كذلك تنص على أنه لكل شخص الحق على قدم المساواة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة عادلة ومستقلة ونزيهة. إذا أردنا أن نحقق معنى المساواة في التقاضي فلا بد عندئذ أن نحقق ثلاث نتائج. النتيجة الأولى وحدة القضاء، بمعنى أن يكون القضاء الذي يحكم بين الناس واحدا، ليس هناك قضاء خاص بفئة من الناس دون غيرهم. النتيجة الثانية وحدة القواعد الموضوعية والإجرائية. القواعد الموضوعية المراد بها القوانين التي تحكم الناس وتقضي فيما بينهم، فليس عندنا في نظام المساواة في التقاضي أن يكون هناك قانون خاص ببعض الناس دون بعضهم الآخر. الوحدة في القواعد الإجرائية المراد بها إجراءات التقاضي، من حيث رفع الدعوى ودعوة الخصوم إلى مجلس القضاء أو الاستماع إلى الشهود أو إلى الخصم، كل هذه الإجراءات يجب أن تكون موحدة. النتيجة الثالثة التي يجب تحققها هي نتيجة مجانية القضاء، والمجانية هنا معناها أن الخصومة لا يدفعون للخصم أي أجر على التقاضي عنده، بل إن القاضي يأخذ أجره من خزينة الدولة كغيره من موظفي الدولة. المساواة في الشريعة الإسلامية من حيث التقاضي هو مبدأ أساسي مما يقوم عليه نظام القضاء في الإسلام، فنظام القضاء في الإسلام لم يعرف التفرقة بين الناس على أساس مكانتهم أو على أساس عرقهم أو جنسهم أو عقيدتهم. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بأمثلة العدل والمساواة في التقاضي. نضرب لذلك مثالا: سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في امرأة من بني مخزومة قد سرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وكذلك أقوال السلف الصالح: سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرسل رسالة لقاضيه على الكوفة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، كان مما جاء فيها قوله: آسي بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. وسيدنا علي بن طالب يوجه خطابه إلى القضاة فيقول لهم: اجعلوا الناس في الحق عندكم سواء، قريبهم كبعيدهم وبعيدهم كقريبهم، وإياكم والرشا والحكم بالهوى، وقوموا بالحق ولو ساعة من النهار. فبهذا أيها الأحباب يتبين لنا بصورة واضحة أن النظام الإسلامي لا يعرف التفرقة في التقاضي بين أحد من الناس، لا بحسب مكانتهم ولا بعرقهم ولا بجنسهم ولا حتى على أساس العقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.